من الآفات بتاعت الحياة الجديدة. بان جدا مميزات الإنترنت، وبان جدا مميزات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا في الأزمة اللي احنا موجودين فيها. لكن لأننا عرفنا نتكلم، عرفنا نتواصل، عرفنا نعمل شغلنا، مش احنا كتلفزيون بس، احنا في جميع أنحاء العالم الحكاية دي. لكن المشكلة المزمنة مع الأسف الشديد في السوشيال ميديا اللي العالم كله برضو قال عليها، اللي هي إيه؟ البلطجة الإلكترونية أو التنمر الإلكتروني. الفنان شريف منير نشر على حسابه على الإنستجرام الصورة اللي حضراتكم شايفينها لبناته، بسم الله ما شاء الله عليهم. الصورة دي نشرها امبارح، وبعد كده حصل سيل من التعليقات المسيئة لبنتين صغيرين. حصل وفقا اللي اعلنه النجم الكبير شريف منير، قال انه حصل نقاش في البيت وخدوا قرار ان هم يشيلوا الصوره، وبعدين هو قرر قال لا، وانا يتفرض عليها حاجه زي دي ليه؟ انا ليه اغير اللي انا كنت عامله؟ وقال انه هياخد اجراءات قانونيه لو ده تكرر مره ثانيه. النجم الفنان شريف منير مش بكلمه هنا بصفته بس النجم، ولكن طبعا بكلمه بصفته الاب في المقام الاول. برحب بحضرتك معانا يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيب. اهلا استاذ شريف، اهلا استاذ شريف، ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله. ممكن تقول لي ايه اللي حصل من يعني ايه اللي مريت بيه؟ وانا عارف انها بتبقى تجربه صعبه يعني. طيب انا هقول اللي حصل، بس قبل ما اقول اللي حصل اتفضل. انا دلوقتي اهو عن طريق البرنامج بوجه بلاغ لمباحث الانترنت، لان انا واخد سكرين شوت لبعض التعليقات اللي حصلت. أيوة. وحروح وهعمل محاضر بيها. اللي انا بقوله بقى ان مباحث الانترنت لازم تاخد الخطوات الايجابيه لمنع جرح شعور ومشاعر الناس وجرح البيوت وجرح الاعراض. لازم يبقى فيه موقف قانوني واضح، ولازم يبقى فيه عقاب، ولازم يبقى فيه عقاب بوجه عام على الالفاظ المسيئه والالفاظ الخارجه اللي بتتقال للناس بالأب وبالأم وبالعيلة وبالشرف وباللي انت عايزه. انا لا انت عارف حضرتك، يعني ادعي لنفسي ان انا راجل بحاول ابقى موضوعي، بحاول ما ابقاش متحيز، بس انا بقول شهادة حق. انا اعرف تجارب ناس عاديين بسطاء جدا ليهم صفحات وليهم صور وبتاع. اي حد فعلا بيروح مباحث الانترنت ما بيتاخروش، بيتعاملوا مع المسألة دي بجدية شديدة، يعني برضو شهادة حق تتقال في حقهم. تمام فعلاً. انا موافق جدا على الكلام ده، بس انا كمان باكد عليه تاني. أيوة. لان الموضوع ده بقى دلوقتي بقى راي عام، واتعمل مع حد معروف. أيوة. وحصل فيه جرح ليا ولبيتي، فانا طالب ان يبقى فيه خطوات متخذه، وخصوصا ان اللي بيردوا بيقلوا ادبهم. واضح من كلامهم انه ما بيهمهمش، يعني يقول لك ايه هيعمل ايه يعني؟ طب يوريني هيعمل ايه؟ بحكومه ايه اللي هتعمل لنا؟ ما حدش هيعمل حاجه. ده الكلام اللي بيتقال. فانا مش هينفع بقى في الاخر ان احنا بقى بناخد الاسم اللي بيقول الكلام ده ونمشي وراه ونروح بقى نتخانق خناقات في الشوارع. مش هينفع يبقى الموضوع كده. لا، احنا لازم عندنا حكومه وعندنا قانون وعندنا مباحث انترنت نشيطه وقويه، لازم تخش تاخد حق الناس. طب ممكن اسال طيب. حضرتك سؤال فضولي شويه، معلش. اتفضل يا فندم. ده يخصك ويخص حريتك الشخصيه يعني. اتفضل يا فندم. في ناس تقول لك انت ما تحطش الصور دي، يعني مش من حقهم. انت راجل شخصيه. لا، عامه. لا، مش من حقهم. وكبيره. دي حريتي. دي صفحتي. انا فاهم، انا فاهم. انا بس بسالك، في ناس بتقول لك ما تدخلش يعني اقفل الباب وارتاح، يعني زي ما بيقول. لا لا لا، ده كلام سلبي، دي قوه سلبيه. لا، انا لازم اقاوم. انا لازم اقاوم، لان لو عملنا كده يبقى هنعمل كده في كل حاجه. يعني مثلا سلعه فاسده يقول لك طب ما تشتريش من عنده. حد بيقل ادبه على مثلا الجيش ما تبقاش اعمل له بلوك. لا، مفيش كلام من ده. لازم يبقى في مواقف، ولازم يبقى في قانون، ولازم يبقى في يعني ايه عقوبه رادعه. لازم لازم. انما مش هسد الباب وارتاح. لا 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 لا، مش هعمل كده. الاسره عشان الاسره قالت لك شيل الصور وشلتها، وبعدين رجعت حطيتها تاني. علشان وقتك بقى انا هقول لك. انا نزلت صوره لبناتي، انا فرحان ببناتي، بحبهم، ربنا يخليهم ويحفظهم. فنزلت صوره لطفلتين، واحد عندها 12 سنه والثانيه في 16. ربنا يحفظهم ويخليهم. كاميليا، الله يخليك، كاميليا بتحب التصوير طول الوقت، بتحب التصوير وبتحب تاخد يعني كادرات، وتاخد كادرات لمناطق طبيعيه ومناظر طبيعيه وكده.
هي حطت التليفون اللي هو العد السيلفي ده وهي واختها كانوا مع بعض، كانت اختها ساعتها بتصحيها من النوم، فقامت لقطه الصوره دي، عجبتني الصوره نزلتها. اللي نايمه دي عندها 12 سنه، يعني في حاجات كتير في الدنيا ما تعرفهاش. لقيت بقى وبرضه مع التحافظ ما فيش سيل ولا حاجه، دي قله قله من الملائكه ذوات الاجنحه اللي هم نزلوا على الصفحه شتموني وكلموا كلام الفاظ خارجه وتريقه والفاظ تجرح بناتي وتجرح بيتي. فبناتي كانوا في الاوضه، شافوا الصوره نزلت، شافوا التعليقات، قولي جاري، قالوا بابي لو سمحت شيل الصوره لان احنا بنتشتم وحضرتك بتتشتم. قلت لهم بتشتم ليه؟ ببص لقيت كده اتأذيت واتضايقت ونفسيتي تعبت. هما يعني ايه اتضايقت بس ناس كتير قوي 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 من الناس المحترمه الكويسه قالوا لي دي حريتك الشخصيه وانت بناتك حلوين ولزاز ولطاف. شلت الصوره. بعد ما شلت الصوره جالي اولا جالي تعليقات على صفحه الانستجرام بتاعتي، انت ليه شلت الصوره؟ ولما شلت الصوره جالي تعليقات اكتر من اللي نزلت عليها الصوره، اللي هو ايه انت ليه شلت الصوره؟ ايه اللي خلي الناس تتحكم فيك كده؟ برضو في بعض الشخصيات المهمه بعتت لي رسائل قالوا لي ما تعملش كده وما تخليش حد يتحكم فيك، دي حاجه بتاعتك وحريتك. ففعلا انا قمت منزل الصوره تاني وقلت انا هاخد موقف قانوني. الموقف القانوني انا هاخده من بكره، انا واخد سكرين شوت للتعليقات ورايح بكره مباحث الانترنت علشان اعمل المحاضر بتاعتي. ومش هسامح حد، علشان الناس اللي هيتبقت لها وهتتاخد ما يجيش يقول لي عشان خاطري ده ابني. ده مش هسامح حد، انا مش هسامح حد، علشان الناس تتعظ بقى وتتلم وتبقى مؤدبه، لانه الناس اللي على صفحتي ناس مهذبه. انا ما عنديش حد بيقل ادبه، انما ولما بلاقي حد بيقل ادب مع حد بعمل له بلوك، انما مش ده الحل. طبعا في تعليقات بتيجي من لجان الكترونيه تفتح صفحتها تلاقيها فاضيه. لا ما انت ما يعني بص هتسيبك من الحاجات دي، مش هي دي لا طبعا ما اللي هيحصل تجاوز. اذا حصل تجاوز ويحصل تجاوز زي ما حضرتك قلت هتاخد السكرين شوت وتنقلها للقانون، تنقلها. انا اوريدي خدته وخلاص واتكلمت ونازل بكره اعمل محاضر، لانه كده ما ينفعش. وبعدين قعدت مع نفسي قلت اذا كان يعني رؤوس الدوله بتتقال فيها كلام وحش، بس ده مش معناه ان انا هسكت. يعني اي حد من الناس اللي ليهم بوزيشن مهم وبيعمل شغل، وزير التعليم بيتهاجم، وزير التعليم العالي بيتهاجم، مش عارف ايه بيتهاجم. هو ده جزء من حياته كشخصيه عامه، بس لما يتهاجم كمان يتهاجم في عمله وفي شغله او في نقاشه، مش فيما يرتبط بحياته الشخصيه ولا هو بيفكر في ايه، يعني دي حاجه تخص. عايز اسالك سؤال اخير اذا تفضلت يا استاذ شريف. اتفضل اتفضل. الانستجرام والتويتر والفيسبوك و و و وكل الكلام ده يخدم الفنان اكتر ما يضره، ولا دلوقتي بقيت بتشوف منه الضرر بس؟ لا بيخدم الفنان اكتر ما يضره، لان اللي بيضره فئه قليله ليس لهم اي صفه ولا ليهم اي معنى، انما مؤشراتنا كفنانين على شغلنا وعلى مستوانا الفني وعلى علاقاتنا من البشر بيفيدنا طبعا، اكيد بيفيدنا. ما هي السكينه بتقطع بيها اللحمه وبتموت بيها. مظبوط، مفهوم. بس خلاص انت تستخدم الموضوع صح. مفهوم. وانا هاخد الاجراءات القانونيه فعلا ولن اتراجع. الوصول للقانون او الوصول للحق عن طريق القانون هو ده اللي احنا بنتمناه في كل حياتنا، في كل حاجه، سواء فيما يرتبط بحضرتك طبعا ولك الحق في ذلك، او في اي نشاط بنعمله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا النجم الفنان الاستاذ شريف منير.